عندي واحد 30,000 في جيبي بالخروف، جيت تلقى 80,000 70,000 90,000 واش عطيتهم الكروفيت؟ لا ما عرفناش باش يعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا جينا عندكم هنا لسوق الجمعة ديال منابهة، جمعة الصفر ديال الصفر منابهة، باش نشوفوا الاختصامات ديالكم من ناحية الأثمنة، من ناحية كيفاش شفتوا، كيفاش لقيتوا الأضحية، وشنو ما شنو كيبان لكم انتم تقولوا لنا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالقناة ديال سميتها قناة 24. اختي السوق شوية ديال الثمن شوية في السوق، ولكن الله يحسن العوال الجميع. الكساب خسر شوية، الضحايا حتى هو مسكين ما في حالوش، وعرفتي مراكش دابا الناس يدراوش صناعية، الناس سميتو جاهم السوق شوية مرتفع في الثمن شوية، تقريبا ما يزيد على أن البهيمة زيد فيها دابا 100,000 فرنك، 100,000 فرنك زيد فيها 80,000 فرنك، 70,000 فرنك فالزيدة اللي زيد في البهيمة دابا حاليا. ولكن الله يحسن العوان، واش المازوط، واش من العلف، واش من شحال الأمور، لأن هاد الشيء خص الدولة تشوف شي مسائل باش تساعد الضحايا وتساعد حتى الكساب حتى هو. انه دابا عرفتي السوق دابا الخروف تحت عليه تقدر تسمع 70 75 80 85 90، واش فهمتي؟ واش فهمتي؟ 45 40 راه ما كاينش، 45 40 راه ما تعيش، تسمع دابا 70 80 86 ويلا حتى واحد البركه شويه. واش فهمتي؟ وبالنسبه للمساكين اللي ما فحالوش، الناس اللي ما فحالهمش اشنو يديروا؟ راه ما شاء الله. وشنو تيبان لك، شنو تيبان لكم؟ واش على نعم سيدي، قلنا الله يحسن العوال الجميع. الا كان شي ضروره قصوى بالنسبه للدوله ولا بالنسبه للناس اللي سميتو، من الاحسن يحيدوا. علاش؟ عرفتي علاش؟ لانه الناس مساكن كاين اللي في راس كاين اللي تيقبض. واش انت مثلا يقبض كاع 4,000 درهم في الشهر، 4,000 درهم في الشهر تيقبض مثلا، وبيجي لهاد الاضحيه بيشري ب 96 ولا ب 100 ولا ب 120، واش في الاستطاعه ديالتو؟ ما في الاستطاعه ديالتو. عندنا واحد الله يخليك، الى حيد العيد استاذه، الاقتصاد مشى، الناس راه شادين على الدين وكيهزوا البهايم. انت سيدي جاي تشري ولا كتبيع؟ لا انا جزار على لو بيع شري. ممكن تقول لنا شنو بان لك كامل؟ قلت لك الا جاب الله ما كانش العيد، الاقتصاد زاد. الناس غيطي الاقتصاد، الناس راهو الناس باش شكون اللي بيكسب شي حاجه؟ شكون بيديها من عند الناس؟ داز العلف غالي ودا السير غالي وراه الله يحسن العوان. ولكن اشنو تيبان لك اشنو غادي يديروا هاد الناس اللي كيف؟ هذا هو العيد عند العروية كاملين، الا اختطهم هاد الشيء. انا اسمع كل ازمه الاقتصاد، كل ازمه الاقتصاد. قالت واحد الكلمه الاخ بالنسبه للاقتصاد، راه الاقتصاد الا كان تسنت لي الله يجزيك بخير، الاقتصاد الا كان الله يجزيك بخير تيكون ثمن مناسب لا لكم انتم ولا الضحايا، باش يكون ذاك التوازن. وتسنت لي الله يجزيك بخير باش يكون ذاك التوازن. كيقول لك الدعم الا كان الاقتصاد خصهم يديروا واحد الثمن مناسب لا للضحايا ولا للكساب، باش الكساب يبيع والضحايا يشري ويكون الاقتصاد متوازي. واش الضحايا داخل في جيبو مثلا 54 ولا 56 بيشري بها، وماشي ديال هذيك البهيمه، ماشي ديال تا تسمع 94؟ واش هذا اقتصاد؟ اسمح لي واش هو دابا الضحايا جاي باش يتقدى، ولكن هذاك اللي كيبيع واش هو؟ انت شنو بهذه الهضره كتقول بانه هو زايد على الناس ولا الدوله اللي خصها توحد الاثمنه؟ دابا هذه مساله منطقيه، هذه مساله منطقيه. الدوله خصها تاخذ بعين الاعتبار بالنسبه للضحايا وبالنسبه للكساب. حنا ماشي تنضربوا هاد الناس بعرض الحائط، انهم الله يحسن العوان تيوصلوا لنا هذا الخير، وهذا الخير اللي تيوصلوا راه تيبذلوا واحد المجهود كبير وواحد المجهود ديال طول العام، هو تيخسر وهو عاد جدي المازوط. حنا رافدين لهم ليه، ماشي ما رافدينش لهم، ولكن الله يجزيك بخير، حنا من باب الاقتصاد اللي قلتي، باب الاقتصاد ان الدوله تساعد الكساب وتساعد الضحايا، باش لان هذه هي سنه الله في الارض، هذه هي سنه كونيه الله سبحانه وتعالى جعلها لنا باش نضحيو. يمكن ساعدات في العلف، كاينين ضروري، ولكن دابا حنا دابا كنهضروا على اليوم دابا السوق، اشنو دابا غدير الدوله في اليوم السوق؟ هو كاين السوق. انت الدوله اش تقول اختي الدوله؟ تتقول الدوله بان عاطيه الكساب او لا ذاك المعني بالامر اللي هو تيربي المواشي وكذا، عاطيه واحد الدعم من الدوله، حتى ان المازوط بان الدوله مساهمه لصحاب الطاكسيات وصحاب المسيتو بواحد القدر من الدعم. يعني الدوله دارت فوق جيده، يعني عطات واحد المجهود. خص الضحايا حتى هو يساعد شويه. خمسه الخنشير والراجل عنده 200 تاع الحولي بدك خمسه الخنشير، رويزه دايره 110 دو، سيكاليم داير 120، والشمندر داير 4600 الخنشه، والنخاله دايره 26 100،
والحولي الراجل من عيد كبير تعمله وهو كيعلف فيه حتى لهذا الوقت. حسبي معايا شحال غادي ياكل هذا الخروف 300 ريال في النهار، 300 ريال في النهار وحسبين ديال زايدين علينا بالحولي، زايدين 300 ريال في النهار كياكل الحولي هو. انا عندي الحولي 300 ريال يا رب. 18000 في الشهر، 18000 في الشهر. نقصوا من العاب ونقصوا، حنا ماناش خسرنا، حنا راه مانا يعاونونا وحنا نعاونو منا. يكون عندي رخيص، يكون عندي رخيص غادي نحن في خويا المسكين حتى انا نبيع عليه رخيص. ولكن انا راه مضرور، انا راه مضرور قبل منه، انا مضرور مضرورين مضرورين. شتي كسابه، شتي كسابه، شتي كسابه مضرورين قبل منه، قبل من قبل من الضحك. راه داز الجفاف، داز كان فين كنمشي ربيع نعم كامل الناس هي كتوكل الله يحسن العوار. راه كاين اللي والله كاين اللي ما شاد فلوسه يضرب حتى يعيش ديال الثمن كلشي. والله جيبوا ما عمرهم، والله ما جيبوا ما شادوا. انا كنت معاكم معقول كيقول لك الشناق مغلي على السوق. كوما الشناق، كوما الشناق يقول لك هو الشناق مغلي على السوق. كوما الشناق وغادي يقدر يشري، والله الا قدي يشري الكسب سك الله يكون في العوار. ما كراش مصاريف، كلشي كاين، الثمن غالي، كلشي غالي، كلشي بالفلوس. انا ما بالفلوس كي دعم الكساب. ايه ودرك اختي كيقول لك شي واحد وين العيد ما يكونش. العربيه الشاده راه شاده البهيم. أيه. لما كاش البهيم ما عندهم يريحوا يديروا في المدينه. في العربيه يمشوا للمدينه اش وين يريح يقابل الحيط. راه مقابلك البهيم باش يصور شويه ويبقى شاد. السؤال اللي سولت انا واش تتفقوا مع هذوك اللي كيقولوا العيد ما يكونش؟ اش يبان لكم؟ حنا هذا نقولوا واش تتفقوا معاهم ولا لا؟ حنا ما متفقينش معاهم. حنا خاصنا يكون العيد باش كلشي يبقى شاد بلاصتو. لكن دابا لك العيد راه العروبيه تبقى شاد العروبيه والمدينه تبقى شاد المدينه. لما كانش العيد والعروبيه شي يريحوا يديروا في العروبيه صافي. خاص يزيدوا للمدينه ويهجموا عليهم ولا شي حاجه ثاني. فهمتي كيفاش؟ لما كانش عيد راه ما كاين ما يدير في العروبيه. شنو يدير؟ يقابل الدرك، الدرك راه مات صافي. هادشي اللي كاين. كلشي كلاصة، شكرا لك. دابا الخروف، الخروف دابا كتقابضوا في الباديه كتبقى تصير عليه. ملي تجيبوا السوق تتحسب، تيكونوا عندك مثلا 50 خروف في الدار، تجيبها ملي تتحسب الحساب ديالك تتلقى مول الكريدي داك اللي تتهز عنده النخاله والشمندر باقي تيتسالك الفلوس. مين غتجيب انت هاد الفلوس؟ والعروبيه الا خطات الكسيفه راه ما عندها والو. هادشي اللي كاين استاذ، باش غايقول لك اودي العيد ما يكون ولا ما يكونش الا لا كان شي ضروره من الفوق. مثلا يكون بحال شي كاده الدوله هي اللي حابسه العيد ممكن لينا من الضروره. امال هذا عيد واجب علينا حنا. سنه مؤكده. والخروف تتصير عليه تدعيه، ومني تجيبوا السوق تيقول لك هذا بحال هذا السيد اللي تيهضر دابا، تيقول لك كذا هو راه قعد العام كامل عاجة باش جابوا يشري ذاك الخروف. خروف بشحال يشري كاع؟ 60000 عاد هذاك. 60000 شحال الخروف راه قاعد هذا مليح؟ الخروف مليح مليح بحال هذاك السردين اللي تشوفي راه. شتي هذاك خروف السردين اللي كتشوفي راه 60000 عاد هو قاعد. السلام عليكم. لا بس بخير هانية. لا بالنسبه للعيد كلشي عيد. مو 20000 عيد، مو 30000 عيد، مو 40000 عيد. بالنسبه لهذا الحولي هذا مثلا ها هو ب 36000 36000 هذا واش ما عيد بالمقارنه مع عام الاول بحال الثمن ديال عام الاول بحال الثمن ديال العام. ورغم العلف زايد النص كنا كنشريو ب3 دراهم، هذا العام كنشريو ب6 دراهم. وهو المقارنه مع عام الاول بحال هذا العام بحال عام الاول او 36000 ها 36000 هذا اللي كيقول لك حولي 140 حولي مليون. فين الحولي ديال مليون؟ 36 دعايات، كاين عاد دعايات في التليفون. شتي هذوك اللي كيقول لك 140 و120 ومليون كذوبات خاويه. السوق تقريبا كله غادي بحال هكا. تقريبا السوق بحال لا ضر لا ضرار. مول 20000 عيد، مول 30000 عيد، مول 40000 عيد، مول 50000 عيد، مول 80 عيد، كلشي عيد. كل واحد على جهده، كل واحد على جهده. كل علاش قد؟ اللي قد على 100000 فرانك عيد، 100000 فرانك اللي قد على 30 في عيد، وكلها مليحه الغلم وكلها بحال. السلعة ما نذاكروش فيها. خلي ديك الدعايات ديال الكذوبات، هذا 70 هذا 100 هذا داكشي دعايات. ممكن تقول لنا شنو تيبان لك في السوق؟ شنو انت كساب ياك؟ كساب شنو كيفاش داير السوق؟ كيفاش تبيع؟ شنو هو شنو السوق؟ الثمن راه كاين وراه العلف اللي غلى الوقت. العلف اللي غلى الوقت اختي الكساب مكرفص بزاف.
دابا العلف اللي غلى الوقت، راه كان العلف كانت كان العلف كيشدوه ب 70 ريال ولا 110، العلف كسام كرفس وبزاف كاع. يعني انت ما كتفقش مع واحد كسب اخر لقينا دابا كيقول لك هو واخا العلف مدوبل راه الكسيبه راه رخيصه، هادشي اللي كيقول لنا السيد. موجود والخير موجود، ولكن المسكين راه الكساب راه شاد فلوسه، راه خارج على فلوسه، زعما كاين شي ربح راه ما كاين ربح. الكساب والله ما كاينش ربح، وداك الشيء عطى الله هو هذا. يعني انتم بحال بغيتوا غير تسلكوا هذا الشيء وصافي، لانه والله ما يبقى لكم في الراس. اللهم يفك راسه ويخلص مول العلف ويخلص مول الكريدي يحيدوا عليه. وانتم ما كتفقوش مع الناس اللي كيقولوا تيبداو الناس شي وحدين كيهضروا في هذا الشيء هذا بانه ما يكونش العيد مثلا ولا كون يحيدوا علينا باش نتهناو هذا الشيء. ضد كي قال لي واحد السيد يمكن ماشي في الصح، الحمد لله ما كاينش اللي بغى يحيدوا كاع. لا ماشي يحيدوا، يعني واحد تجي مثلا بحال كيف شي عام تفرض العيد ما يكونش باش الناس ما تضرش. واش انتم متفقين مع هذه المساله ولا لا؟ الجفاف ما كاينش، عطى الله الخير الحمد لله. يعني كاين الكسيبه، كل شيء ممكن يعيد، كل واحد على جهده. كل شيء ان شاء الله غيعيد، ان شاء الله كل شيء غيعيد. ممكن تورينا الحواله ديالكم وتقول لنا الاثمنه ديالهم عافاك باش نشوفوا. تبارك الله هذا الشيء مزيان مزيان بدي عافاك. ممكن تقول لنا الاثمنه؟ هذا 76 76 هذا وهذا. واه عبد الكريم هضر ما يهضر. وهذا شحال كيجيب؟ 76 تبارك الله راه زعما كبار. وشحال هادي وانت كتعلف فيه هذا؟ راه عام هذا هو كيعلف. عندي واحد 30000 في جيبي بيت خروف، جيت تلقاو 80000 70000 90000. واش تعطيهم الكروفيت؟ لا ما عرفناش باش يعلفوا هذا الشيء اللي قلنا ليه شي حاجه. والمسكين قال لك هذاك عبنا نعيدو ب 16000. فين يا خويا 16000؟ فين هي دار في دريم؟ واش العيد بيحيدو يتعاونوا مع المسكين يحيدو؟ راه الناس راه مقوره ما عندهاش، هادشي بيعيد وشي ما بيعيد. وشوفوا من حال عطيونا اخو، قال لنا هذاك اش يقولوا البابا كاع ديال هذا النم، قال لك كاين الخروفي ب 16000. فينا هو 16000؟ ما لقينا لا 16000، طلعتي 30000 ما تلقاو، عطينا 40000 ما لقينا، راه ما لقينا والو. يجروا معنا حل ولا يحيدوا لنا العيد، راه ما عندناش. الا شرينا الخروف ما غاديش يشريو الجنويه، الا شرينا الجنويه ما غاديش يشريو البصله. ولدنا حنا ما عمرنا سمعنا الخروف وصل 10000 درهم. 80000 مليون 140000. واخو السي محمد فين غادي هادشي اختي؟ الشناق اش من كساب؟ الكساب راه باع ومشى للمحل وهذا الشيء، بقى فيه الشناق تيشري الخروف ب 40 تيقول لك 80 تيدير 40 كون تيدير 100 درهم في الخروف ل 4000. يا ود راه الفلاح 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 باع على خرفان، بقى الشناق. شكون اللي بقى درك؟ بقى الشناق. منين جيتي؟ منين جيتي انت تقدم؟ منين جيتي بعدا؟ منين جاي؟ جيت من مراكش، وقلنا بلا لقاو رخا هنا. الساعه لقينا غير تقبس اللي حطيتي عليه يديك تيقول لك 80000، عاود تحطي يديك 70000 40 50000، صغيور ديال 40000 تهزوه في يديك هاك بلاستيك بحال مقدم المرجان غادي. لا لا يلاه وجرو. شوفوا من حال المسكين راه ما عندوش، ما كاينه معنى هذا الشيء. شوفوا من حال المسكين ما عندوش، النص ما غاديش يعيد والله الا نص في المغرب، والله ما غادي يعيد. وكل شيء تيقول لك راه كل شيء غادي يعيد، ما غاديش يعيد. ابي ما كايناش هاد الهضره. الخير موجود، راه الفلاح عنده الخرفه تيقول لك الخير موجود. السلام عليكم. راه الفلاح عنده الكساب كان كيشري 120 الهضره ديما تنسب عليا 20 درهم. الخروف كياكل 20 درهم في النهار. ياك قال لك عطاهم العوينك، عطاهم التعب، عطاهم جوج خنشات، جوج خنشات عطاهم التعب تاع نهار واحد. ما تقبضوش جوج خنشات تاع نهار واحد. ما تقبضوش اسيدي، ما تقبضوش اسيدي، ما تقبضوش. ساكن حنا، يلا تحاسب معنا. ما كاين شيء. يلا قلع لنا التريكو، قلع حوالنا جاي. يلا تحاسب معنا. اسي اشناهو؟ اسيدي اسي تعطي الكروب. يلا تتحاسب معنا اسي، يلا تتحاسب معنا، يلا تتحاسب معنا. دخل تتحاسب معنا. والله الا ربح الفلوس والله لا اذا دابا على هذا القبال باش غالي والناس السعر موجوده وتسعى على الثمن على حساب كل ثمن على حساب كل على
جهدك الله يحسن العوان. اللي بيع عيد ب 20 كاين، اللي بيع عيد ب 100 كاين، وكلو كيدير. ولكن قداش هذا 20؟ دابا يفهمني، دابا الناس كيقول بان العلف انتما العلف غالي. اسمح لي اسمح لي الله يحسن عليك السي الحاج، انا كنسولك سؤال. دابا الا كان العلف غالي، اذا راه غادي يكون لك مش غالي، وانتم الله يكون في عونكم، ماشي انتم اللي خليتوه. ماشي انتم اللي خليتوه، خليتوه لان العلف غالي. كاين اللي بيع عيد كله على جهده، كله على جهده، الله يحسن العوان. وري نفسه سامي. علاش كنت قال لك سيد وازي؟ قال لك 16 300 درهم عيد مسكين، 1000 درهم حاليا معيدة. انا حاليا دابا من 6 الصباح وانا كندور هنايا حاليا، ما لقيتش داكشي اللي بغيت. الخروف اللي بيد انت للدار كنسوق يقول لك 44 جمله، يعني الا بيد انت بنت ب 54 الا بتخير 50 الفو. ها باش تقول لي 1000 درهم تعيد المسكين؟ هذا الهضره ديالها ما كايناش. لا ما مصيش فلوس. شي 30000، 30000 والله ما معيد المسكين بالله. لا ما مصيش فلوس هذاك، ما معلفش. الهضره ما كاين بالواقع. شوف كنت واقعي يقولها بنادم. الا كان دابا حنا من الصبح الا كان العلف غالي، هنا بتقول الثمن. انا نافقتك. هضري على العلف. لا واش تعلم المسكين؟ نافقتك انا نافقتك. كاين واحد يقول لك ما معلفش. راه باش ما باعش. 1000 درهم ما معلفش. لا 1500 ما معلفش. اللي قالوا هاد الناس راه صحيح، 1000 درهم راه ما غتعيش، غيدبح العام الجاي. ولكن الكساب راه تا هو ما يتلامش. راه عندنا الرويزه موالف ناخذوها ب 2 درهم، دابا راه كناخذوها ب 110 درهم الكيلو. النخاله راه وصلت 3000 قلمياتين، بالا ديال الفص راه 1600 درهم. والدعم اللي عطاتنا الدوله جوج خمشات، ماكله ديال الليله وحده. البين ما تاكل هاد الليله صافي تريح. هذا هو المشكل اللي كاين. الفلاح حتى هو راه ما شاد والو، راه هادشي اللي كاين. واللي بغينا نوصل لك شي واحد، الناس اللي بغينا نوصل لك هادشي كلشي عفته عليه الحكومه. وحنا تنطحنوا مع خوتنا الكسابه. هذا هو المشكل. المسكين كيما حتى الفلاح مسكين، حتى هو مسكين. والله يكون ليه في الاعوان. وحتى حنا راه الله يكوننا في الاعوان. وهادشي كله راه دايره الحكومه. وهذا هو كلمه المواطن ما معيدش فيها. حتى المواصفات تاع السنه راه ما فيهاش. راه انا من 6 الصباح حاليا دابا كندور انا هنايا، والله ما لقيت داكشي اللي بغيت بالله. كي كتحطي يديك كتسمع 44 54. الخروف اللي بيدي العائله باش تعيد بهم 4 الناس حتى 5 الناس كتسمع ب 54 جميله. 2000 درهم خروفه وصلت 2000 درهم راه بزاف. تيقول لك فين باقي بعيد هذه المسكينه؟ 2000 درهم الخروفه، 1500 درهم تيقول لك 1000 درهم. كلشي قال الحكومه اللي خصها تشوف شي حاجه. الحكومه ما دارتش شي حاجه. وراه مربعي جاهم قنته، وحنا كاع تناكلوا العصا وتندبزوا بعضياتنا. لا لا والله درتها. هات اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.